لو مو الملاعب هاي انا ورفقاتي من الفضة عن حالنا ما ممكن نطلع من زمان لبرا ودبر لحالنا. انا يا ساني يعني مثلي اول ما جيت المخيم فزت معنوياتي الصراحه. يعني احنا اول ما جينا ما كان في كهرباء ولحد الان ما في كهرباء وشحن جوالات وطلور لحد نشحنه. قلت لك صراحه حياه زفت زفت لدرجه بكم المستقبل يعني ان شاء الله نرجع سوريا. وأنا محمد ساصي لاعبين كرة قدم أنا وفريقي. أنا وراها بدرس عشان أرجع أبني سوريا أصير مهندس إن شاء الله نرجع لسوريا من أول وجديد.